هذا وكان الجيش الأوكراني نشر أولى لقطات الاختبار على قناة يوتيوب التابعة لمجمع الصناعات الوطنية للنظام الصاروخي الجديد، مؤكدا جاهزيته للاختبارات الميدانية الأولى. منظومة الصواريخ جروم 2 يجري تطويرها لتدمير الأهداف والمجموعات الثابتة من على مسافة من 50 إلى 280 كيلومترا، وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تبلغ وحدة القتال من الصواريخ الباليستية ذات المرحلة الواحدة 480 كيلوغراما. النظام يمكن أيضا من حمل صواريخ أرض أرض، وتم تطويره من قبل المصنع الأوكراني يوجني.